فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: يوجد لدي بعض المعاصي وأرجو من الله أن يعينني على تركها، وأنا حريص على حضور المحاضرات. يعينك على تركها وأنت مستمر عليها؟ إذا أردت أن الله يعينك على تركها اتركها، أما أنك تقيم عليها وتقول الله يعينن الله يعينن على تركها، هذا ما يصلح. نعم. يقول: وأنا حريص على حضور المحاضرات والدروس، وقد نصحني البعض فقال: إما أن تترك هذه المعاصي وتحضر للدروس، وإلا فلا تحضر، فهل هذا القول صحيح؟ اجمع بين الأمرين، اترك المعاصي واحضر الدروس، اترك المعاصي واحضر الدروس، وهذا ما هو بشاق عليك إن شاء الله. نعم.